قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أذكر نفسي وإياكم في هذه الدقائق بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا في أمس الحاجة إليه وإلى فقهه، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة كان إذا أراد أن يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغشى عليه من شدة هذا الحديث على نفسه، مرات يجي يقول الحديث ده بيغمر عديل. ورواه يوما لمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية كان أميرا للمؤمنين، فبكى معاوية ثم قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حديث خطير ويمسنا جميعا، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما، علمه الله فيؤتى به أي يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت لأجلك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. أنا تعلمت العلم لأجلك أنت يا الله، يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى، وعلمته للناس أبتغي بذلك وجهك يا الله، وقرأت القرآن لأجلك، يعني أنه أخلص في قراءته وفي حفظه لكتاب الله وفي تلاوته لله سبحانه وتعالى. فيقول الله: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. تخيل الزول لا مش حفظ غنى ولا حفظ له حاجات سياسية ولا كورة، ده عنده ثلاثة نقاط وده عنده نقطتين وده عنده ده هو الساي، ما حفظ شغل زي الزول، لا حفظ القرآن. تخيل حفظ القرآن وتعلم العلم القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، لكنه ما أراد بذلك وجه الله. زول دار يشكروه: أنا علمته وكذا، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثاني رجل أنفق في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت سبيلا يقرب إليك إلا وأنفقت فيه ابتغاء وجهك. فيقول الله: كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثالث، أو هو الثاني في الترتيب، الثالث رجل قاتل حتى قتل فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، أي شهيدا،
فيقول له الله تعالى: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء شجاع، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث ذا يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، نحن نقف معه أربع وقفات. الوقفة الأولى حول العلم، والوقفة الثانية حول الإنفاق، والوقفة الثالثة حول الجهاد، والوقفة الرابعة حول ملخص هذه الأمور الثلاثة، والكلام الذي يدور حولها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأولى العلم، الزول يا جماعة يتعلم. الدين ده عظيم، والدين ده نعمة كبيرة، ما في نعمة أعظم منها. أسي لو شالوك من هنا بقوك رئيس العالم شت، شفت العالم شت انت رئيسه، وفتحوا لك الخزائن بتاعت الأموال كلها تحت يدك، وزوجوك أجمل النساء أربعة ولا واحدة أربعة، ودوك العربات والبيوت وتأمر وتنهى، ودوك عمر الشباب، يفتاد دوك عمر 25 سنة، وشالوا من قلبك نعمة الإسلام، تقبل؟ بس نعمة الإسلام دي مرقوة كركد، تقبل؟ في ناس في داخلية أم درمان هناك في البلد ديك، بعدين في الداخلية الجديدة الكلام ده قبل كم سنة مشيت لهم قلت لهم، وان طبعا تعبانين طلاب في الجامعة تعبانة، زاد كنت الطالب يعني، قلت لهم يا أختو أنا عارفكم بتفطر وما بتتغدوا، حالتكم صعبة، ووك والواحد لابس سفنجة فردة من بلد، تعبانين طبعا هناك، لا في خليط أم درمان دي ما والدبرك بس ما بتجيه ذاته، مرات بعضهم يعني ما كلهم. بعدين قلت لهم انتوا تعبانين، الزول كان ساقوا من هنا ودوا البيت الأبيض وجمعوا له القروش والأكل والشراب والراحة وأي شيء، أهو شالوا منه نعمة الإسلام مرقوا عشت، تقبل؟ واحد قال ودونا طوال يا أخي، والله ده داري تخارج داري مش بيغادي، والله قال لك في القرآن رب العزة والجلال في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يا الله ويدعو، وبعدين بعد يدعو ما بيدعو زاي، بيدعو هو راجع لله سبحانه وتعالى منيبا إليه. فإذا أنعم الله تعالى عليه بالنعمة التي يريدها هو، قال الله تعالى: دعا ربه منيبا إليه فإذا خوله، قال شنو؟ ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الدنيا ذا يا جماعة قليلة، ولذلك النعم دي كلها زائلة، الدنيا دي قليلة. قل متاع الدنيا قليل في سورة النساء: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ابن كثير قال آخرة التقي خير من دنياه، متاع الدنيا دي قليل، هذه تشابع صغير، بعدها بتبقى شاب، بعدها بتبقى كهل، بعدها بتبقى عجوز. شافع صغير تعبان ما شفته يشفع من الصباح، يصحوه الصبح والروضة ويدخلوه في الهايس بالقوة، أوك ماشي الروضة ويلحقوه في الفطور وتعبان، ويمشي هناك ينقص في الروضة. كبر شوية خلاص خش سنة ثالثة ثانوي بيكون مهموم، بعدين أقرأ طب ولا هندسة ولا شنو، بعد يحدد تلقاه ساهر بالليل تعبان في المرحلة دي، لحد ما يخش الجامعة قال لا يقرأ طب، طب يجيبوا له مراجع كبيرة، يقرأ إنجليزي ليل نهار ليل نهار، لما يتخرج وامتياز وتاني بعد دار يتخصص وتعبان، وبعد ينتهي بيرتاح
الدكتور بيرتاح نص الليل يتصلوا بك دكتور حبوبتي ضايقت اوك يسوقوك اما شد زياره ساي قريه من الغرى ولا مدينه الجماعه يسوقوك يا دكتور بس كده تعال شوف دي الناس يتلموا حولك تعبان فتره الشباب تعبان دار الزوج دار الزوج دار الزوج مره يشتغل ركشه مره يشتغل طلبه مره يشتغل لما يتزوج بعد يتزوج برتاح زمان بيجي الساعه 11 و12 تتزوج ذا المره دي من العشاء بعد ذاك يعني تاخرت انت عندك شغل ثاني بعد جات خلاص ثاني تقول يا الله نبقى ثلاثه واثنين دي كذي ما هنا الله رزقك جاهل ده نص الليل يقوم يصرخ من غير اي سبب انا بستغرب في تشوف عدل بيبكيهم بالليل شنو شافع مرتاح ودي امه وده ابوه وشبعان ورضع ويش بس ده ما هذا الموضوع في ده يبكي نص الليل والله حيرك ذات نص الليل يقوم يبكي لك انت هذا كبر شويه كبرت اشوف عدل بيكبر تاني تقول الشغل ده ما بكفي نشوف لي شغل تاني بالمسا تعبان تصل 40 خلاص فترة الشباب انتهت حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة دي الشباب انتهت تاني من فوق 40 بعد ده بتمرض براك أصله بعد تفوت مرحلة الشباب دي تاني كل مرة مرض جديد وفتر وقطيع ووجع راس وغيره تخش الخمسينات المرض بيزيد والرطوبة والستينات تخش 70 تاني تصحى من الصباح تقول أنا ما شايف زي الناس وإنت ما شفت أي شيء أصبر خش 80 دي تخش 80 ترى الناس بيموتوا أغلبية الناس بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك وفي الثمانينات دي لو حيد ذاته بتكون فتران رطوبة وأمراض وأشياء ودي الدنيا كذا يا جماعة ما أفرح ما أف هس الناس دي بيشتغلوا تجارة يدعبوا فترة الشباب خلاص بعد يلموا قروش بيكونوا الشباب فات شوفهم كذا في السوق شوف الناس الدار يتخصص ودار يبقى دكتوره ودار يبقى كذا فترة الشباب بتفوت بعد يكبر يتجاوز انت هزفل كان نار تبقى ساير رتبة كبيرة 4 سنة وكذا ما شنو وكان هنا بعد خلاص حتى انت وشغلة طويلة ودي الحياة كذا يا جماعة باختصار شديد دي الحياة متعبة ومملة عشان كذا الزول يحدد هدفه منا هدفه رضا الله سبحانه وتعالى عشان كذا رب العزة والجلال قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أعظم ما يملأ به العبد وقته طلب العلم ودي النقطة الأولى اللي وقفنا معها الإنسان يتعلم ويتعلم يتحين الفرص في طلب العلم الليلة مشغول بكرة عندك فضاء تبدأ تحفظ القرآن تحضر الدروس تلقى وقت الإمام النووي مات عمره 45 سنة من سنة 631 توفى سنة 676 يعني عمره 45 سنة 45 دي بدأ يطلب العلم لما وصل 28 سنة بقى يألف مصنفات والكتب قال عنه الأسنوي رحمه الله تعالى كان للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في اليوم والليلة 12 درسا قال في اليوم والليلة عنده 12 درس يتعلم ويحفظ ويدرس وقال هو عن نفسه جلست في مكتبة دمشق 2 سنين قال لا أنام إلا جالسا قال ذاته عشان قال أقرأ ليلا ونهارا فإذا جاء الليل واشتد علي النعاس وضعت الكتب قال برص الكتب قال فأتكئ عليها فأنام فأسقط على الكتب فتسقط على الأرض فأقوم فأقرأ مرة ثانية 2 سنين وقال عنه الأسنوي كان عابدا زاهدا نحسبه والله حسيبه وكان يأكل في اليوم والليلة وجبة واحدة رحمه الله ومات
ولم يتزوج. وما معناه الزول ما يتزوج، لكن ده شوف الناس اللي بيجتهدوا في طلب العلم. وهسه يا جماعه كثير مننا بضيع وقته زايد، تلقاه جنب الجبنة أربع أنفار خاتين موبايل، وتلقاهم شغالين لودو، ناس كبار تلقاهم في اللودو، وناس ثانيين تلقاهم في النادي يحضروا في الكورة، وغلبتك وغلبتني، ومرات يحرد العشاء ذاته، تقول لي أنت ما تتعشى، ولك الله يطقونا اثنين، تقول لي أنت شنو؟ يقول لك هلالابي، يخلي العشاء. وهو اللاعب ذاته طقوا اثنين بيكون يتعشى اليوم ذاك، اللاعب الاصلي ده بشجع فتران زاي وتعب نفسه زاي، وداك بيجاي برشلونه وده بيجاي ريال مدريد، والدوري ما بعرف الارجنتيني والدوري الافريقي والدوري شنو ما بعرف، وكاس العالم وتعبانين، وشباب شعر عاملينه كيف بالجنبات ما في حاجه، واحدين بنططوا براون ووك واشياء كثيره جدا مضيعين بها زمنه. رسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بتغبنوا يوم القيامة فين؟ قال: الصحة والفراغ. الزول الله اداه صحة واداه فراغ، املاه بالطاعة ما يضيعوا في حاجة ما فيها فائدة. والله زمن كثير ماشي ساي، ولذلك الإنسان يطلب العلم. والعلم عند العلماء قالوا على ثلاثة أقسام: علم بالله، تعرف الله سبحانه وتعالى عشان تثني على الله وعشان تعظم الله جل وعلا. هذا زول تلقاه يا أخ في صيوان بتاع عرس، تلقى ساعتين ماسك الناس دي يشكر له في زول بتاع قروش، لا فلان عنده قروش النار ما بتاكله، والمصنع ذاك حقه وذاك حقته، والعربات الجديدة ده حقته وداك كذا، وعارف تفاصيله، عنده أخوه اسمه فلان، عنده ثلاثة أولاد وبنتين، وهو قريش ما جايه يشكر زاي في زول زاي. الساعتين ديل كان قلت لي أثني على الله فين كذا، انت هسه أقعد الله الخلقك أثني عليه دار تقول عنه شنو؟ أثني عليه ساعتين ما يقدر، لأنه يعني معرض أو عنده شيء من النفور عن معرفة ربه سبحانه وتعالى. الزول يا جماعة بالراحة يعرف الله، والله كلما عرف العبد ربه ازداد تعظيما له ومحبة له ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى واستئناسا به جل وعلا. تستأنس به وترتاح قلبك ده ذاته ينشرح، في الدنيا دي بتكون سعيد لأنك بتعرف الله سبحانه وتعالى. واللي أخذ الزول الأسلم جديد تلقاه مقبل على الله جل وعلا، والهداية دي بيد الله. في قصة ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الجزء الرابع من صفة الصفوة، قال واحد اسمه عبد الواحد، قال عبد الواحد ده قال عن نفسي: ركبت البحر ذات يوم، قال ركبنا في السفينة وسافرنا، قال وأردنا منطقة، قال معاي تجار وكذا وبعض الناس، وقال نحن دارين لنا منطقة معينة، قال في النهاية نحن تهنا من المنطقة دي. قال: فأتينا على جزيرة، فلما أصبح الصبح أتينا على جزيرة، قال فإذا فيها رجل يعبد صنما. الكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 216. قال جينا لقينا في الجزيرة دي رجل، وجدنا رجلا يعبد صنما. قال فقلت له ومعي بعض القوم: ما هذا الصنم ذا شنو؟ قال: هذا معبودي. قال فقلت له: معنا من يصنع مثله؟ قال: لا هذا ولا صنم زي هسي، في واحد معانا هنا دي بيجي يهلك واحد زيه هسي، زول معلم في شغل الطين ده هسي بيجي يهلك واحد. فقال: وانتم ماذا تعبدون؟ قال لهم: كذا انا بعبد الصنم، انتم بتعبدوا شنو؟ فقالوا: نعبد الله. قال: وكيف عرفتموه؟ قال: ارسل الينا رسولا
قال لهم: وأين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: مات. قال: هل عهد إليكم بشيء؟ قالوا: نعم، عنده كتاب من عند ربي. قال: أتوني به. قال: فأتوا بمصحف، قال: فقرأنا عليه بعض القرآن فبكى. القرآن ده أثره في النفوس قوي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: فلما بكى قال: أريد أن أكون معكم، أنا داير أبقى معاكم أعبد الله. قالوا: حتى تسلم. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوالي شهد، قال: خذوني معكم. كسر الصنم، جدعوه، كسروا، المهم مشوا. قال: فركبنا السفينة. أنا دار أوريك الزول يا جماعة اللي بيقبل على الله سبحانه وتعالى ذاته بكون عنده يقين في الدنيا دي، يقين قوي مرتاح. قال: فركبنا السفينة حتى جاء الليل، فصلينا المغرب وصلينا العشاء وتعشينا. قال: ثم وضعنا الوسائد، جدعنا قال المخدات والوسائد. فقال: ماذا تريدون، ماذا تريد أن تفعلوا؟ فقالوا: نريد أن ننام. فقال: يا قوم، إلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ فزل عجيب كيف، قال له: نتو الرب الوريتوني له بنوم؟ قالوا: لا ينام. قال: بئس القوم أنتم، عبيد ينامون وربهم لا ينام. قال لهم: بل بنومكم شنو ما تقوموا تدعوا، وأسلم جديد، خش جديد. قال عبد الواحد: فقام يصلي حتى برق الفجر. لأنه الوقت ذاك الزول قلبه ذاته في لما نسلم جديد ده بكون شنو؟ كن مقبل. قال: صلى لما جاء الصبح. قال: فوصلنا عبادان، منطقة ذكر ابن الجوزي. قال: فأردنا أن نفارقه، فقلت لبعض الناس: اجمعوا له مالا. الزول أسلم جديد، ما فينا لما نسلم بيجي الجامع أسلموا هنا ويجمعوا له قروش. مرات بيجوا المساجد إنما واحد في رفاعة بتاع كارة كل شهرين مسلم جديد بس يجينا. والله بيجي مسجد هناك اسمه فاطمة المكي كل مرة يجيب يا جماعة أنا دار أسلم، وجمعوا له قروش الدعاء الراقي وسروال، تاني بعد شوية بيقلب، حيرنا ذاته والله بتاع كارة في رفاعة. الزول قال جمعوا له مال مالا. قال: فأعطيته المال. فقال: ما هذا يا عبد الواحد؟ قال: مال تتزود به. قال: لا إله إلا الله، والله ما عرفتم من دللتموني عليه. قال لهم: والله تحيرتوني، إنتوا قال لهم وريتوني الله لكن إنتوا ما عرفتوا. قالوا: وما ذاك؟ قال: بينما كنت في جزيرة ليس فيها أحد أعبد غيره وكان يرزقني، أفإن عرفته يتركني؟ وأنا قال لهم بعبد صنم وفي جزيرة براي بعبد غيره وبيرزقني، وأسي أنا جيت عرفته وعبدته ما بيرزقني، انصرفوا عني. قال لهم: أنا أمشي بقروش كنت أنا بعد ده. قال لهم: فقالوا: والله لا نتركك. قال: فأخذناه معنا فأصابه مرض، ذكر ابن الجوزي. قال: فأصابه مرض فاشتد مرضه فنمت، فرأيت فيما يرى النائم قبة، قبة يعني الغرفة، ما القبة بتاعت جماعة دي ما بتجوز، القبة في المقابر دي ما بتجوز في الشريعة، لأن دي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، ما نهي عنه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مر بقبر فيه فسطاط أخضر، المقابر عادية بس لقى له قبر فيه فسطاط أخضر، فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر عبد الرحمن صحابي جليل.
قال انزعه يا غلام، أقلع الشيء الأخضر، قال خلي قبر ساي، انزعه يا غلام فإنه لا يضل العبد إلا عمله، عمله دبس البنف جوا، والله يرحمه سبحانه وتعالى. لكن القبة في اللغة من معانيها يعني البنيان البيت، وده للأحياء ما للأموات. قال فرأيت فيما يرى النائم قبة، ورأيت فيها امرأة حسناء ما رأيت مثلها في الدنيا، فقالت يا عبد الواحد عجل بالرجل. قال ثم استيقظت فإذا هو قد مات، الزول المريض ده والأسلم جديد قال مات. قال فغسلناه وكفناه، قال فلما دفناه قال ابن الجوزي قال عبد الواحد فرأيته في المنام بعدها يضحك مع المرأة، والله تعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نحن ديننا ما قائم على الرؤى إلا رؤى الأنبياء، لكن بعض العلماء يقول يستشهد بمثل هذا والقصص بما لم يخالف الشرع. لكن يا جماعة باختصار الكلام ده ذكر أن الإنسان إذا عرف الله فإنه يتوكل على الله ويعتمد على الله ويزداد يقينه في ربه سبحانه وتعالى. بيجيك كرب وتجيك مصائب ويتقدر ما تتعلم تعرف أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، ومن أسمائه الرزاق يعني بيرزق، ورحمن رحيم يعني بيرحم سبحانه وتعالى، من أسمائه التواب، غلطت بتتوب إلى الله جل وعلا. الإنسان يتعلم ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال في الفوائد: من تأمل خطاب القرآن وجد ربا رحيما غفورا يرسل الرسل لتبصير الخلق ويتوب على العصاة ويحسن إلى الطائعين و إلى آخره. قال فيحب الله، تقرأ القرآن ده بتدبر، قال فيحب الله، فإذا أحب الله استأنس بالله ولهج لسانه بذكر الله، لأن اللسان ده بينطق بالشيء اللي بيحبه. قال ثم عملت جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك دي مسألة إنسان يتعلم، والعلم الصافي العلم النظيف دي مسألة قائم على الكتاب والسنة، علم بالله، العلم بشرع الله، حلال حرام غيره، والعلم بالعواقب، إنه المطيع عاقبته الخير، أن المطيع عاقبته الخير، وأن المسيء عاقبته العقاب إن لم يتجاوز الله عنه. الفائدة الثانية يا جماعة فضل الإنفاق، لأن الرجل ده أنفق، الرجل ده أنفق لكن لم يخلص لله سبحانه وتعالى، لكن لو أخلص لله الإنفاق ده فيه فضل عظيم، تنفق المال. لذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، دليل على الإيمان، الزول بفطرته أو بغريزته بحب المال. الناس ذات القروش دي ناس كتار بحبوها، زول تلقى زهجان بس طلع له ربطتين، بس تلقى زهجان بس طلع له ابو بقر دي ربطتين بيضحك برا، وناس كتار المال ده يعني بلخبتهم. ولذلك يا جماعه الصدقه فيها من الفضل العظيم، لذلك جاء في البخاري ومسلم من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال الامام العادل، يعني زول حاكم وعادل، قال وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده نمرة ستة. سبعة قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإنسان يا جماعة يتصدق ويرضي الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة. لذلك جاء في سنن الترمذي
وفي صحيح الجامع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لصلاة الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، صلاة الليل، ومما رزقناهم ينفقون، للصدقة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامي، وفي لفظ ذروة سنامي، قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة أو وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسي، قال: كف هذا اللفظ، كف عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. قال: ثكلتك أمك، وفي لفظ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شاهد من الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالزول يا جماعة يصدق بالبسيط، مشيت السوق لقيت مسكين طلع جنيه بس صدق، لقيت كثير صدق، ده خير ليك وأجر عظيم. الفائدة الثالثة قبل الأخيرة: فضل الجهاد في سبيل الله. وده يا جماعة خطاب ليكم ولغيركم. الزول الجهاد في سبيل الله ده، بس أنا بذكر لك فيه فائدتين يكفي، بس خلي باقي الفوائد، بس يكفي ذكر فائدتين. الأولى: أن المجاهد يحبه الله سبحانه وتعالى. داير أكثر من كيف، زول تعبان وخلى أولاده وخلى أهله وخلى سكنه وهاجر وجاء ويدافع عن الدين وعن المسلمين ويصلح إلى آخره. ده يا جماعة رب العزة والجلال قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الفائدة الثانية والأخيرة، وإن كان فوائد كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، أن الذي يجاهد يرحمه الله سبحانه وتعالى، بمر بضيق وبزهج وبابتلاء وبهم وبخوف وبتعب، لكن في النهاية الله بيرحمه سبحانه وتعالى. في القرآن في سورة البقرة قال الله تعالى: إن الذين آمنوا، ودي نص الآية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. زول الله بيرحمه، تعالى دارج الله بيرحمه سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يا جماعة يجتهد في هذه الطاعات الثلاث: في طلب العلم، وفي نشره بين الناس، وفي القرآن، وفي الإنفاق، وفي الجهاد في سبيل الله، لكن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. أهم شيء الإخلاص، أن تريد بعملك وجه الله والدار والآخرة. الفائدة الرابعة والأخيرة: أن هؤلاء الثلاثة
الذين ذكروا في الحديث سعرت بهم النار، أول من تسعر بهم النار، يعني أول من تسعر بهم النار ما ذل بتاع غنى ولا ذل بتاع خمرة ولا ذل بتاع كتل، أول من تسعر بهم النار ناس في الدنيا أفضل ناس عند الناس، أفضل ناس ذو القرآن. ولذلك أنت تستفيد فائدتين في النقطة الرابعة دي. الفائدة الأولى ألا تزكي أحدا بعينه إلا أن تقول أحسبه والله حسيبه، ما بجوز لك تقول فلان ده، فلان ده بعينه صالح، ما بجوز لك تقول فلان ابن فلان زول صالح، الزول ده ولي خطير، ما بجوز لك. ليه ما بجوز يا جماعة؟ لأنه الله قال في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولأنه يا جماعة الصلاح ده بيتكون من أمرين، صلاح الباطن وصلاح شنو؟ الظاهر. انت ظهر لك الخير لكن جوا النية فيها شنو؟ ما بتعرفها. انت بتقول والله فلان ده أحسب صالح، يعني ظهر لي منه الخير أحسب صالح والله حسيبه، لكن ما بتجزم. ولذلك البخاري بوب بابا، باب لا يقال فلان شهيد بعينك، لكن بتقول فلان أحسب مات شهيد، أحسب والله حسيبه، لأن زول ده ظهر منه الخير ومشى مقبل، ذهب مقبلا غير مدبر وكذا، لكن بتقول أحسب والله حسيبه. وأورد البخاري نصوصا في رجل، في البخاري الحديث ذا والقصة دي، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جريء، قاتل حتى قال بعض الناس لقد أبلى فلان بلاء حسنا هو من أهل الجنة. قال الزول الليلة آيته خطير جدا، والصحابة ناس شجعان، قال الزول ده قوي، وزول قاتل الكفار ذيل، لقد أبلى فلان بلاء حسنا هو من أهل الجنة، يشك في ذيل ويضرب ذيل ويضرب ذيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار، ولسه الرجل حي بعاينه له هذا، قال بل هو من أهل النار، حديث في البخاري. فقال رجل أي صاحب له لآتينكم بخبره، قال له أنا صبر بجيب لكم خبر. فلما انتهت المعركة انصرف الرجل، زول الشجاع ده ذاته، انصرف ركب فرسه فانصرف، فتبعه ذاك الرجل الآخر الذي قال لآتينكم بخبري. فلما تبعه جاء بعد وقت فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومما ذاك؟ قال الرجل الذي قال عنه بعض الناس إنه من أهل الجنة وقلت أنت عنه أنه من أهل النار اشتد عليه الجرح، فوضع ذبابة السيف على الأرض، أو وضع السيف على الأرض، ثم تحامل عليه فوضعه بين ثدييه فقتل نفسه، اشتد عليه الجرح، مشى هناك الخلا حتى السيف قال جزء في الواطة وجزء في بطنه في صدره، فتحامل عليه فقتل نفسه، اشتد عليه الجرح. البخاري بوب بابا، باب لا يقال فلان شهيد. ولذلك يا جماعة انت بتقول أحسبه والله حسيبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في البخاري عن أم العلاء رضي الله عنها قالت لما مات عثمان بن مضعون، وده أخو الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، لما مات قالت هنيئا لك يا أبا الثائب، هنيئا لك يا أبا السائب، عهدي بك أن الله أكرمك، أنا بعرف عنك كذي أنت بعد موت الله بيكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الله أكرمه، أما أنا فأرجو له الخير وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا أو أحسبه كذا والله حسيبه.
قالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا. أنت تقول أحسبه الله حسيب، ولا تزول الصالح، لا فلان صالح ما تتعلق به. ودي النقطة الثانية، تكون دينك ده مخلص لله سبحانه وتعالى عشان تنجو. جاهدت لله، تعلمت لله، انفقت لله، أي عبادة تعمل لله سبحانه وتعالى، ما بزول يستحق العبادة. يقولوا ده صالح، بعد شوية الصالح ده ذاته يدو حق الله سبحانه وتعالى. يقولوا صالح حلفوا به وحاد فلان. والله في مناطق في البلد دي في السودان ده، مناطق يا جماعة الزول من ال يسوقوه دار يحلفوه يودوه جنب البنية، يقول لا حلف بفلان، والله الذي لا إله غيره. انذاته بأصله للمسألة، يقول لك الله بمهل لكن فلان ده ما بمهل. أقول يا أخي فلان ما بمهل وفلان مات يا جماعة، زي ما قال شيخ مزمل قبل زول مات خدته في عن قريب وميت، وصلوا شالوا هدوم وشت واصبعه ما قادر يحرك، وغسلوه ثلاثة جراد الخاتنة شبه كافور وشي الناس يجيوك. والله ذات الغسيل في السودان ده شغله عجيب، يغسلوك في البلد دي غسيل في البلد دي، والله شغل عجيب شفت، وشيلوا لك الشنب برا وحاجات برا وحاجات كثيرة جدا. أنا ما حضرنا غسيل، بعدين يجيوك تمام دعاكوك كويس، بعد ذاك يجيبوا الكفن ثلاثة قطع في العنقريب، ثلاثة زي الملاية خدتوها طق طق ثلاثة، ويجيبوا لك ثلاثة رباطات، واحد جنب الراس واحد جنب الكرعين واحد في النص، وخدتوك فوق برش وفوق عنقريب، وشيلوك أربعة رجال ودوك المقابر حفر المطمورة ود الأذان أيوة حفر المطمورة وحفر له ود اللحد، ودخلوا جوا القبر. زول يا جماعة بالراحة كده، إننا ما دهنا نبي زي زول بالراحة كده، ولا دهنا نشتم زول. زول دخلوا جوا ورقدوا بي جنبه، يعني وزاته في القبر رقدوا بي جنبه. أس يجيب أقوى بشر على وجه الأرض دي جيبه، وإنت بعدين جربه، إنت الليلة دي بالليل جربه، خد سريرك مع الحيطة، تخيلوا قبر في السرير، خد وارقد على يدك اليمين، قول دار تقوم ما بتقدر. أزول لو راقد على ظهره بقوم، وراقد على بطنه بقوم، لكن بجنبه دي ما بيقدر يتلوي، وذاته ما بيقدر لو حي وفاضي يا ساي ما بيقدر يقوم. خليه راقد له في قبر بعد مرقد على يده، ولا يده خاتنا بقدام، أجيب الطوب طوب تقيل حق المقابر ده تقيل، يرصوه طق طق طق، وجيبوا طين يليسوه. أي في قبة فيها مكيفين، مكيف قصاد الرأس واحد قصاد الكرعين، ذول ميت بيزول مكيف يا جماعة، واحد قصاد الرأس واحد قصاد الكرعين، يا بتاع الكرعين ده قفله تسوي له رطوبة، وده مات مرة واحد رطوبة بتاع ومات مرة واحد ذاته، سوي له مكيف يا معقولة. بعدين بعد يسوي له أوضة قبة، وبعد القبة يا جماعة سووا له باب وترباس، ترباس واحد في السلمة قبل ستة ولا سبعة سنة لقيته، وزول عادي ساي ما معانا نحن ذاته، ونحن ما مع زول ذاته، تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تبقى معي زول، الله دي نصيحتنا، أبقى حر بس شغلة دي جاطت أبقى حر بس. والله بعد واحد لقيته في السلمة ما معي زول، زول عادي ساي يعني علامة الجودة بتاعتنا ما عنده ذاته، زول عادي ساي. بعدين يعني زول مسلم يعني لقيته في السلمة، قال لي يا أخ مشيت الكم واربعين في مدرمان، قال لي عندي بنات عمتي، قال لي مشينا قالوا العصرية في حولية، قال مشيت معهم، والله قال لي بنات، قال لي برا بدقدقوا تل تل تل، وجوا خشيت قال القبة لقيت واحد لابس سروال وعراقي، خدت له كورة برموا له في قروش، في زول ما يدار له قروش، قال خشيت لي عراقي ده جوا، قلت له اسمع، شوف الزول ده سأله سؤال عجيب جدا، قال قلت له اسمع
وقف النوبة. قال لي كلام عجيب يعني، قال لي وقف النوبة دي برا. قال ابو عراقي قال لي يا وقفها. قال لي يا اخي بتزعجوا الشيخ ده يا اخي، تزعجوا يا اخي تدقدقوا جنب تزعجوا. ابو عراقي قال له وده مات ما بيسمع. بس قال له وقت ما بيسمع النساوين بينادوا لي الزول ده يا بيسمع ده وقفوا الشغله اللي بتزعجوا، يا ما بيسمع تاني الجماعه ده ما ينادوا. داري يقول له هابي لقى شنو؟ لقى الشغله دي ما في، لقى زول عادي يعني مسلم. بعدين داري يقول له هنا وما في وهابي يا جماعه ده الدين. بعدين طردوا قال لي طردني قال لي الله امرك بر. فذيل زول مات ابن الاوضه يا اخو ساوي له باب وفي الباب ترباس وطبله في قبه ما فيها باب. زول الزول لما مطبول ذاته يعني ده لو حي الا يفتحوا له الباب اول شيء ما مطبول. لما علاقتك الشغله دي وينادوا يا اخ من اخر الدنيا الحقنا وابزعنا. معقوله يا جماعه شغله ذاته والله في البلد دي غريبه مره واحده. ونحن نقول اذا علقوا بالله يشاكلونا. مره واحد مسجد مسكني من دقني دي دقابل بالمنبر انا قلت قطعه ما شايف الامارات والله. وبعدين عندي شغله في الجامعه اليوم اللي بعده بعد بايام بقيت بتخيل قلت مش اليوم بدون الشغل لا ولا الف لي شال ولا زوج شنو ذات قلت قطعه هنا ملت سال الحمد لله. بعد فكاني هبشتها لقيتها قاعده قلت لها عفيت لك يا اخي تخارج. حيرنا ذات عمك اسمه براي عنده كمشة هناك في رفاعة بتاعت فول وكذي والله اسمه براي يجد كلها لخبطة أقول. ولذلك يا جماعة الناس تعتمد على الله تتوكل على الله. المات ياخذ الميت يا جماعة بيدعوا له ولا بيدعوه؟ انت ما ممكن دفنته تقول اللهم اغفر له وارحمه، انت بتدعو له لانه انت عندك فرصة روحك دي في جسده وهو خلاص مشى لدار ثانية انقطع عمله إلا من ثلاثة صدق جاري علمي انتفع به ولد صالح يدعو له. ما ممكن. ولذلك ما بجوز تنادي ميت ما تعتمد عليه. زول يا أخي بياكل ويشرب ويمشي حاجات تانية ويموت ويتزوج ويلد ده أنا بناديه؟ زول يا أخي أنا أركب ركشة يا جماعة زول يركب ركشته امشي المسجد ماشي ليه؟ والله ماشي عيان ادوني بخرة ولا محايا. يصل المسجد يقول لهم الشيخ وين؟ يقول له الشيخ حاسي ودوا المستشفى. يعني الشيخ امشي المستشفى ده بدل يركب ركشته طوال يمشي يلحقوا في المستشفى وذاته يرقد بجنبه وذاك بجنبه انتظروا لما نيجي هسي ده فاهم شنو؟ وذولك ذاته مشى المستشفى. يعني شغلته دي عبيها في باغات ما مقتنع بها وذاته مشى المستشفى ودوه حبوب وجاي الشيخ ذاته شايل له كيس صيدلية اليد البيضاء صيدلية الشفاء وشايله حبوب كبيرة وصغيرة واحدة حمراء في النص وخضراء بغادي وحاجات كثيرة جدا. زول بيدعى لي يا اخي انا مش له. زول بياكل ويشرب يقول لك يا مولاي انتوا بتنكروا الشغلة دي. زول اكل الكسرة اكل كسرة شنو؟ كسرة جابها من وين يا جماعة؟ زول بيدفعوا له بياض 50 جنيه بديك عصيدة حامضة راس مالها 3 جنيه في 47 مشت وين؟ انا داير اعرفها مشت وين؟ كلها رايحة سايا والله ولخبطة سايا انا والكلام ده انا الناس بيابوه خايفين عليهم من عذاب الله. وده اكل 200 نفر باقي العالم ده الاكلوا منه الاكل العالم ده شت منه وده ذاته الاكلوا منه وده ياكل ويأكل الناس يأكلون العصيدة الحامضة دي هو ما بيأكلها تلقاه أكل في العتوت ويأكلهم في العصيدة. والله بأكلك وما بيأكل. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ده بأكل وبأكله وبأكل من قروش الناس ذاته. قل لا يا ما ويخوف الناس. أنا ما لقيت زول بينتسب للصلاح دي للصلاح ده بيوعد الناس بالخير كله تخويف بس. بنفخكن بكرفسكن بعمل ليكن بتبين فيكن انت ما تسوي خير. يقول لك يجيب عتوتك
يا بقلب لك حجر. يوم ذاك قاعد مع واحد اسمه الشاذلي، والله انا قاعد فيها، قاعد معاه في دكان، جاء واحد قال له منو منو جاب لي اسم شيخ كده، قال له يا الشاذلي والله قال لي سهاريجك دي قلب لك بعر. قلت له انت ما بتعرفوا الا المضره، انت ما تقلب الحجار والبعر سهاريج يجيب لنا ركبها في الحمام، انت ليه بس انت وكد بتقلب الحجر ده ما تقلب عتوت والدين عتوت وباقي الحجار اقلب عتان سوق، انت ليه عتان تقلب احجار بس الا مضره بس؟ ما لقيت زول يا زول اسمه الهادي سموه كرفاس معانا في الجزيره، كرفاس عديل ده يقن ده وابو قرون وابو عتل وابو جنزير، ما لقينا الشيخ اسمه مهند ولا رامي، كلها اسماء مخيفه وتخويف وبلاوي في البلد دي والله الذي لا اله غيره، وديك حجبات وديك عروق وديك اشياء. واحد عقيد لقيته هناك في كافوري مربع ثلاثه اسمه محمد يوسف في الشرطه عقيد، الزول انا قاعد في المسجد بتكلم في الحجبات دي، جاني واحد عمك اسمه عمر كبير قال لي الحجبات دي وما الحجبات؟ قلت له يا عمر الله قال في القران يا حاج عمر وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، كلام واضح ما في حجاب بيكشف عنك ولا. العقيد ده سمع النقاش يقعد جزاه الله خير يقعد، عمر ده بعد كتر الكلام وقال له شنو شنو، قام العقيد ده قال له انا احنا مشينا عمليات، قال له انا ومعاي صاحبي زميلي، قال له زميلي لابس حجاب وانا مشيت ساي توكل على الله، قال لي أول ضربة جات صاحبي ده بقى مارق، قال صاحبي ده ذاته أب حجاب انترم مات، وأنا قاعد قال لي ما في حجاب هذه حفظ منه، قال لي ما أجل تم، قلت له ما الموضوع ذاته وكيت أجل تم ده ما الموضوع ذاته، أقول حجاب يا أخي حجاب يا أخي حاجة يا أخي بشر كبير زي ده يحميه حاجة قدر الطبلة كذي صغيرة كذي يا أخي، وليه الرسول ده ما لبس الصحابة حجبات؟ ليه حمزة جيه حربة تمرق ويقتل رضي الله عنه باقي الصحابة؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد تكسر رباعته ويتشج راسه والدم يسيل منه والقرآن نزل عليه، ليه ما قطعوا حجبات؟ دي مفروض نقف معه قرآن يا أخ في السودان يا أخ عملوه علقوه في البيوت، واحدين معلقينه في العربات، تلقى المصحف قدام وتحت طوالي مشغلين ام بي 3 مصحف في القزاز وتحت وشغال، ما مشكله والمشكله شغلتك دي ذاته مشكله، شغلك ده ذاته في البلد دي مشكله، وكلها لخبطه يا جماعه في البلد دي، واحد تلقى بتاع عروق، واحد هناك في مدرمان اسمه احمد قال لي قلت له واحد بتاع عروق قال لي خدت العروق والحجبات والحاجات دي، قال لي خليته غفل شلت لي عود صغير رميته له فيه نص حاجاته، قال لي بس غفل رميته له العود صغير بس اتلفت ولا انا، قال بعد شويه لما انتبه قلت له اسمع يا مولانا العود ده حق شنو؟ قال عودي انا ذاتي، قال عين لك هذه ده حق نزله، قال لي يا مولانا قال لي انزل انت الموضوع ده خطيته انا ذاتي والله، قال لي ده خطيته انا ذاتي، وكلها لخبطه سايخ، معقوله ده عود نزله ونزله سواب العود يا جماعه كلها قحه ونزله، الناس تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله، لا تلبس حجاب لا تلبس تميمه، خلي توكلك على الله عظيم وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودي يا جماعه رسالتنا للناس والله جايين وفترانين الله يتقبل وتعبانين وسهرنا بيكم وتعبناكم وكذا، والله قصدنا يعلم الله النجاة لنا ولكم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ناس تتكلم والموضوع ده يا جماعة والله بيفرح المسلم ما بزعله، لأنه لو قلنا للناس خلوا شيوخكم أمسكوا في شيوخنا اللي يزعلوا يقول لك ليه شيوخك مع سودانيين وشيوخنا سودانيين، لكن تبدأ تقول لهم خلوا شيوخكم وشيوخنا ونتعلق بالله، الكلام ده عيب؟ الله الخلق لكم عيب؟ ما عيب يا أخ، ده أرحم الراحمين يا أخ. يا حديث في البخاري ومسلم، انا عجبني الزمن قرب، حديث في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما امرأة في سبي من السبايا تبحث عن صبي لها اذ وجدته
مرة قال في سبي من السبايا، قال بتفتش لي صبي طفل صغير، قال بعد شوية لقته، قال فألزقته بطنها وألقمته ثديها. بس نختم الحديث ده إن شاء الله، نختم الحديث بالحديث. قال فألزقته بطنها وألقمته ثديها، هدته ترضع يرضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ المرأة دي بتطرح ولدها في النار، بترمي في النار وهي قادرة على أن لا تفعل ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مرأة بتيدع ولدها في النار. قال لله، شفت الحديث ده قدر ما تتذكروا، تاني أبواب البشر والخلق ديل كت تتقفل في وشك، بس يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تحسن الظن بالله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بيك، قال لك من رحمة الأم بالولد، تاني في رحمة أعظم من دي؟ ما في يا أخي، الله بيلطف العباد والناس تتوكل على الله وتعتمد على الله وتوحد الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله، والدنيا دي مليت ذنوب كلها، بس مزي الظن بالله تجيه بيقبلك إن جاتك قربة طوالي الله سبحانه وتعالى، وتعتمد على الله، بهذا تكون النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا السيئات، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين. ونكرر شكر الجميع على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.